يبدو أن صراع الصفقات رجع بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وحاليا النادي الأهلي ونادي الزمالك بيدخلوا في صفقات تحدي مع بعض، كان أهمهم اللاعب أحمد عاطف نجم فيوتشر الحالي، وفي صراع كبير على التعاقد معه من أحد الأندية أهلي أو زمالك، والأهلي دخلوا بكل قوة عشان ياخد اللاعب أحمد عاطف، بينما الزمالك أكد وسرب كذا تصريح من داخل مجلس الإدارة إن إحنا موقعين أساسا مع اللاعب، والأهلي مع السلامة يا عم الأهلي إن أنت تاخد اللاعب أحمد عاطف من نادي الزمالك، نادي الزمالك ممضي تماما، ولكن الأخبار دي غير صحيحة، فيوتشر نفى الموضوع تماما، وإن النادي فيوتشر لم يفعل بند الشراء من وادي دجلة اللي هو 18 مليون جنيه. في الوقت الحالي أحمد عاطف لسه ما راحش ولا أهلي ولا زمالك، ولكن أخبار بتؤكد اقترابه من أحد القطبين. هل هيروح الأهلي؟ هل هيروح الزمالك؟ أحمد عاطف إضافة قوية لأي نادي هيروحه في الوقت الحالي بسبب غياب الحاسة التهديفية عنده مهاجم الأهلي ومهاجم الزمالك. حتى بعد رجوع محمد شريف للتهديف في آخر مباراة مع النادي الأهلي ضد فاقس طيب، والأداء كويس من عمر السعيد مع نادي الزمالك، ولكن أداءه ضعيف نسبيا مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك بيبحث عن مهاجم جديد. لكن ظهر اسم جديد في تنافس مع النادي الأهلي ونادي الزمالك في ان هم يضموه في الموسم القادم. نادي الزمالك والنادي الأهلي بيدخلوا في مفاوضات جادة مع اللاعب جون إيبوكا نجم نادي إنبي، واللي هو بينافس على الهداف مع أحمد سيد زيزو. وجون إيبوكا كان مسجل آخر أهدافه في نادي الزمالك بتسديدة رائعة من خارج ال 18، الحارس أبو جبل ما شافش الكرة غير وهي في الشبكة. ومن أداء جون إيبوكا في الدوري إن هو لاعب متكامل بيسدد ومهاري ومحطة وبيقدر يلعب السهلة كمان، ولاعب خطير، وهو ده اللي ناقص نادي الزمالك أو هو ده اللي ناقص النادي الأهلي. وتم عرض اللاعب على موسيماني، وموسيماني أبدى رغبة في التعاقد مع اللاعب وإن هو عايز يتعاقد مع اللاعب. هل فشل ضم جاكسون موليكا للنادي الأهلي؟ النادي الأهلي دخل في الساعات الأخيرة مع نادي الزمالك في الخط عشان يتعاقد مع اللاعب جون إيبوكا. اللاعب جون إيبوكا لاعب رائع تماما، هو جون إيبوكا لاعب نيجيري عنده 25 سنة وبيلعب تاني موسم مع نادي إنبي. الموسم الأول لم يشارك كثيرا وما سجلش أهداف، الموسم الثاني انفجر من 25 مباراة سجل 9 أهداف وبينافس على الهداف مع أحمد سيد زيزو، وكلنا شفناه في آخر مباراة ضد نادي الزمالك والأداء الرائع اللي هو إن هو بيطلع مع أي مدافع، بيطلع مع محمود علاء وبيطلع مع محمود حمد الونش وبياخد الكرة بمنتهى السهولة من الاثنين وبيكمل وبيبني الهجمة، ومهاري وبيسدد تسديدات صاروخية من قوة تسديدته ورجله جالها شد وطلع من مباراة نادي الزمالك. والنادي الأهلي بعد ما دخول نادي الزمالك في صفقة أحمد عاطف إن هم بيغلوا اللاعب على النادي الأهلي، النادي الأهلي بدأ في دخول مع نادي الزمالك في التعاقد مع جون إيبوكا، وبشكل رسمي النادي الأهلي دخل وبكل قوة للتعاقد مع اللاعب. ومع ان النادي الاهلي ان في لعيبه كتير هترجع له من الاعاره، منهم المحترفين ومنهم اللاعب بواليا اللي هو اعلن ان هو هيرجع للنادي الاهلي في الفتره القادمه، وان هو انتهت اعارته للنادي القطري وهيرجع للنادي الاهلي، ومع احتماليه عوده اليو باجي، ولكن النادي الاهلي داخل في صفقه إيبوكا ان هو هيخلص اللاعب تماما او يغلي المبلغ المالي اللي هيبقى هيحصل عليه نادي انبي من صالح نادي الزمالك. ولكن الاهلي دخل وبقوه في التعاقد مع اللاعب لان شايف ان اللاعب لسه صغير وامكانياته كبيره مع نادي انبي، وانه بيلعب في انبي ومسجل 9 اهداف ولاعب كل مباراه بينقذ انبي من الهزيمه وبيسجل اهداف وبيصنع اهداف ولاعب محطه محدش بيقدر عليه في الالتحامات، فهو لاعب كويس مع نادي انبي ولسه سنه صغير، والنادي الاهلي بيحاول يتعاقد مع اللاعب. ولكن المشكله في النادي الاهلي ان في لعيبه كتير اجانب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش عارف هيوديهم فين. من الصعب ان النادي الاهلي ياخد جون إيبوكا، ولكن النادي الاهلي داخل عند مع نادي الزمالك عشان يغلي الصفقه على نادي الزمالك او يبوظها تماما من نادي الزمالك، لان جون إيبوكا هيكون اضافه قويه لنادي الزمالك بعد رحيل اللاعب سيف الدين الجزير واقتراب رحيل اللاعب اشرف بن شرقي عن نادي الزمالك. ونادي الزمالك بيحاول يعوض كم كبير من لاعيبه نادي الزمالك، وانه اضطرب من التعاقد مع اكتر من 10 لاعيبه منهم نبيل عماد دونجا واحمد ايمن منصور واللاعب عمر جابر، والتعاقد طبعا مع لاعيبه كثيره في خط الوسط وفي الامام، ونادي الزمالك بيحاول يعوض اكبر قدر من الامكان من فريقه اللي هيغادر في الموسم القادم، لان في لاعيبه كثيره هتمشي في الموسم القادم من نادي الزمالك اللي هي عقودها بتنتهي، اللي هي جايلها عروض، اللي هي مش عايزه تكمل مع النادي، اللي هي ما جددتش مع نادي الزمالك. ونادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور بيحاول يضم اكتر عدد من اللعيبه المميزين في الدوري المصري وخارج الدوري المصري. كده ترجع حرب الصفقات تاني بين الاهلي والزمالك. هل ده افاده للنادي الاهلي او لنادي الزمالك ان هم يغلوا اللاعب
او مثلا لاعب ما يسواش اكتر من 5 أو 6 مليون يدخلوا في صراع مع بعض ويوصلوا اللاعب لاكتر من 15 و20 مليون. انا شايف ان ما كانش ينفع اصلا اي نادي يخش في صفقة بتاعت نادي اخر عشان يغليها وهو اصلا مش محتاج اللاعب. النادي الاهلي مش محتاج جون ايبوكا في حاجة، لان في اكتر من لاعب اجنبي في النادي الاهلي. النادي الاهلي مطلع اعارة اكتر من 2 لعيبة، وابواليا واللاعب اليوباجي ممكن يرجعوا في الموسم القادم. ولكن نادي الزمالك هو اللي عنده ازمة في الهجوم بسبب رحيل سيف الدين الجزير ورحيل اشرف بن شرقي وعدم ثبات مستوى عمر السعيد مع نادي الزمالك، وان نادي الزمالك هو اللي داخل بقوه مع جون ايبوكا من اكتر من شهر. ولكن النادي الاهلي في الساعات الاخيره دخل في الخط مع اللاعب، وان النادي الاهلي بيغلي اللاعب لنادي الزمالك، واحتمال ان النادي الاهلي يكون عايز جون ايبوكا بدل ما يتعاقد مع اللاعب جاكسون موليكا. ولكن موسيماني بيفضل حتى الان جاكسون موليكا على اشرف بن شرقي وعلى جون ايبوكا، عايز جاكسون موليكا يلعب في النادي الاهلي وهو اللي هينفع خطته في المواسم القادمه. نرى من سيفوز بالصراع بين اللاعب احمد عاطف وجون ايبوكا. هنشوف هل فعلا احمد عاطف هيروح اهلي او زمالك، او هيكمل مع فيوتشر لموسم كمان. وانا اعتقد ان هو ممكن يكمل وياخد خبرات في الدوري المصري وما يتحطش تحت ضغوط اهلي وزمالك في الوقت الحالي عشان مستواه ما يهبطش زي لعيبه كتير راحت اهلي وزمالك وكان اداها احسن من احمد عاطف، ولكن بسبب الضغط الجماهيري اللعيبه دي مش موجوده تماما في الوقت الحالي. هل النادي الاهلي فعلا بحاجه للاعب جون ايبوكا؟ اكتب لنا رايك تحت في التعليقات. محتاج جون ايبوكا؟ انا في نظري الاهلي مش محتاج جون ايبوكا، مع ان اللاعب امكانيات رائعه على سنه وعلى المبلغ اللي هيقدر ياخده النادي الاهلي من نادي انبي. ولكن نادي الزمالك دخل في الصفقه من بدري وبيحاول يخلص مع نادي انبي، واحتمال كبير ان هو مخلص مع نادي انبي. في الايام القادمه هنرى صفقات نادي الزمالك كامله، فما تنساش تتابعني وتعمل لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد من صفقات النادي الاهلي وصفقات نادي الزمالك. فما تنسانيش بلايك واشتراك وسلام.